مثلا نور كان لازم رفيق يحكي، ما بعرف ليش ما ترك لي المهمة الصعبة لإلي. بدي دقيقتين بس تسمعونا لإلكم، أهلا وسهلا فيكم، دقيقتين مش أكثر. سهرة الحب صرنا معودين هالبيت، بيت الحب وبيت الكرم وبيت الخير. بس أول شيء اللي استمتعنا فيه الفرقة الموسيقية، بدنا نزقف لهم زقفة كبيرة. رومي الشامي، بتعرفوا نحن شعار لبنان السنة يلي كركبوه من أول الصيفية، مشوار رايحين مشوار. إحنا عم نسمع الموسيقى حسينا إنه عن جد رحنا مشوار بهالأغاني اللي ربينا عليها. من راجعين يا هوا سألوني الناس لختموا بقلبي سعيد. من وين بده يكون قلبنا سعيد ونحن عم نعيش كل لحظة بلحظتها؟ بس نحن قوية لأنه هيدا لبنان الإيمان، لبنان الفرح، لبنان الصلاة ولبنان الحب. كلكم سوا باسمكم أنا بيشرفني إلك رفيق، رفيق أبو زيد، وهالبيت بيت أهلك اللي دايما بيجمعنا على الخير والحب. عقبال كل سنة عيد ميلادك الليلة بالصحة والعافية والخير، كل اللي بتتمناه من ربنا يا رب يحقق لك. بدي رحب فيكم جميعا. هلا عندي اكيد معارف بيناتكم اصحاب، لكن يا ريت بعرفكم شخص شخص. رح اترك الكلام لرفيق، بس قبل حابه اعمل شغله. عاده اللي بيرافق انسان لسنين طويله ولمشوار عمر بحب يحكي عنه، خاصه بزمن نحن بنقول كل الدنيا مصالح، كل العلاقات بيكون في وراها غايه. انا رح ادعي كم شخص لهون حتى هن يخبرونا علاقتهم مع صاحب هالعيد ونجمة هالبيت يلي بيجمعنا دايما على الحب والكرم والفرح. اول شي رح اطلب من حضرة العميد جهاد الاسمر تتفضل لعندي، هيك عفوية الشغلة من دون لا تحضير ولا شي، كلام من القلب من القلب. حلو رفقة عمر، انا شي قد لك بتعرفه لرفيق ما تقلو هيك. شو بيقول القلب قبل ما تقول التم؟ أول شيء مساء الخير رفيق. عشرة عمر نحن وياه من 2008 تعرفت عليه بإيفنت وبلش المشوار نحن وياه. رفيق إذا بدنا نحكي عن الأخلاق والكرم والشجاعة، النفسية الحلوة، العطاء، المحبة الصادقة، الإنسان المخلص اللي بيحب بدون غاية، إنسان الكريم المعطاء، إنسان اللي عنده مبادئ ومبادئه ما بيتزحزح عنها نهائيا. يعني أكيد هودي كله مش جايبه من عنده، هودي من وراء مربى أهله، الله يخلي له أمه وبيه يعطيهم طول العمر. وأنا بحترمه لرفيق زيادة لمحبته لأمه لبيه لاحترامه لألون للمعاملة الحلوة وللنفسية الحلوة وللاستقبال الحلو اللي عنده إياه. أكيد كله أنا برجع بأكيد من وراء المربى من وراء البيت. رفيق إذا بدي أحكي عنه، أنا رفقة عمر من 2008 لهلأ، يعني عمر طويل يعني، ورفقة دائمة يعني، ما كنا على طول على تواصل تقريبا شبه أسبوعي، ما بدي أقول يومي مشان مبالغ، يعني تقريبا أسبوعيا نتواصل، نلتقى، نسهر، نناقش أمور الوضع السياسي، نتفق نحن وياه كثير بالسياسي لأنه بيكره كل شيء غلط. ويمكن أنا أخذت منه هالنفسية الحلوة وهالشراسة برفض الخطأ. فرفيق نحن بنحييه ونتمنى له العمر الطويل، ومن شغلة بدنا نقول له إياها ما بحب نقولها على طول، بدنا نجوز وبدنا نفرح فيه، ما بحب نقول له إياها. شكراً عميد، خلي لك نجاة وتفرح من أولادك.